أتعرف ما معنى الكلمة؟ مفتاح الجنة في كلمة، دخول النار على كلمة، وقضاء الله هو الكلمة. الكلمة لو تعرف حرمة زاد مدخور، الكلمة نور، وبعض الكلمات قبور، وبعض الكلمات قلاع شامخة يعتصم بها النبل البشري. الكلمة فرقان، الكلمة فرقان بين نبي وبغي، بالكلمة تنكشف الغمة. الكلمة نور ودليل تتبعه الأمة. عيسى ما كان سوى كلمة، أضاء الدنيا بالكلمات وعلمها للصيادين فصاروا يهدون العالم. الكلمة زلزلة الظالم، الكلمة حصن الحرية، الكلمة مسؤولية. إن الرجل هو كلمة، وشرف الله هو الكلمة. من أوتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. طب قول لي إيه الحكمة؟ الحكمة يعني الحكمة حينما تيجي تعرف الحكمة، ما تقدرش تعرف الحكمة غير إذا كان عندك حكمة. طبعا. والحكمة دي زي طعم التفاحة. طبعا. قول لي طعم التفاحة إيه؟ مش هتلاقي لها طعم. طبعا. سكرة، ما في حاجة كده مسكرة حلوة. لكن الذي يتكلم عن الحكمة، حينما تتكلم عن الحكمة مع واحد عنده الحكمة دي، فبيبقى أخذ الطعم وذاق الحكمة. حكمة حلقات التزام في الإنسان، الحكمة في المواقف، الحكمة في معرفة الأشياء على حقيقتها. مخبرك زي الحكمة في إن إمتى تنفعل وإمتى تغضب لله وإمتى، فالحكمة أشياء كثيرة جدا. مخبرك زي أنا زي ما أنت عرفتها دلوقتي، أنا أعرفها لك بقى. من كل بني آدم شوف، الإنسان بيترقى بحكمة الله وقانونه وناموسه الساري على الجميع. يترقى، أنت حر، ودي الصعوبة هنا. عايز تترقى بالعكس تترقى، مش تترقى عايز ترجع زي ما أنت حر. فبيقول يعني إيه، إحنا عندنا دلوقتي حاجة اسمها داتا، بيانات. The best of data فهو well informed، إنسان عنده يملك نوع من المعلومات. صحيح. And the best of information، أفضل حاجة من information اللي هي science، العلم. العلم. والأفضل ما في العلم، نقولها بالعربي بقى، اللي هي المعرفة. العارف بالله ده اللي واخد أفضل ما في العلم. أيوة. وأفضل ما في المعرفة هو الحكمة. الله الله الله. يعني هم خطوات في داتا، ولازم انت تكون واعي بيهم وترتقي الى ان تصل الى الحكمة. فهي قوانين ربنا اللي بتسري على الجميع بالعدل. ربنا يعني تلاقي انت فيه واحد حكيم من بني اسرائيل، حكيم من الصين. صحيح. لانه ده اجتهد، وهي الحياة فهمها مبني على هذا الشيء. لكل مجتهد النصيب، فالابن ادم يجتهد. فانا زي ما تجوبك ارجعت هذه السؤال بتاعك، انا حاولت في حياتي كلها اكون مجتهد. يعني مجتهد كده بالفطره، وبحاجه بتدفعني، مدفوع دفع. قبل ما ننتهي هذا اللقاء، لما اقول للدكتور مصطفى الرساله اللي تحب تقولها، تقول ايه والمين؟ أنا لأي واحد، سواء بيسمعنا أو أي واحد بيسمعني عبر رحلة عمري، إنه البني آدم لازم يتوخى الصدق فيما يقول. البني آدم لازم يعيش بحاجات سمية عظيمة أهم من كل شيء. أنا يعني عاوز أقول لك حاجة، في حياتي كلها أنا الحمد لله أنا عندي حوالي 25,000 كتاب. طب أنا إزاي يعني أنا يعني أي كتاب تلاقيني اشوفه انهار. ولذلك احكي لك حكايه على الكتب دي تدل على عظمه ربنا. تفضل. انا كنت معايا كتاب كنت بدرس فيه، ما لقيتهوش، حد خده. ما هنا المصريين لما ياخدوا كتب ما بيرجعوهاش، يقول لك هو انت عايزه تاني يعني. المهم انا سافرت امريكا، والكتاب ده اصبح من كلاسيكيات الحضاره الغربيه.
ادور عليه هناك في المكتبات اللي بتبيع كتب مستخدمه ما لقيتوش، فوضت امري لله ادور لغايه ما طبعه طابعه شعبيه، طابعه شعبيه كده زي اللي كانت تعملها كتاب الشعب زمان، اشتريتها. ما هو ده كتاب مهم، ده اصبح اسمه مولكيولر فايبريشن، اهتزازات الجزيئيه. صعب يعني، علم صعب كده. المهم بعد ما جينا من، شوف ده قعدنا في امريكا 17 شهر سنه، جينا سنه 1991، سنه 1997 بعد ما جينا بست سنين، كنت في سور الأزبكية، واذا اجد امامي كتابي عليه اسمي وعليه الايه القرانيه اللي انا حاططها، لا كنت عيط وكانما له روح بيدور عليا. الله، والله كانه بيدور عليا مثل ما حي البني ادم خلفه ونسيه في حته. الله الله. طب الله ازاي الله دي معجزه؟ الله الله. والله العظيم انا بعتبرها معجزه، يعني من الحاجات اللي انا طبعا ازاي البني ادم في 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 سعيه للمعارف يجب ان يكون، انا دايما انصح اي واحد بقول له اسعى للمعرفه. السعي على المعارف مهمه جدا. كان في واحد اسمه أراسمس بيقول لي كلمه حلوه جدا ومؤثره فيها، بيقول لي عندما يكون معي نقود اشتري كتب، واذا تبقى شيء اشتري طعاما وملبسا. الله، يعني هو البني ادم الثقافه. هنا لابد ان يعني اقف معك وقفه صغيره دكتور مصطفى، ان الثقافه غابت عنها عادة القراءة، وأصبحنا الآن الناس تأخذ ثقافتها تارة من الإنترنت، تارة فيسبوك، من اليوتيوب، تارة من الديجيتال، السوشيال ميديا. إذن النهاردة وغابت ثقافة القراءة، وأنا بعتقد أن دي أحد نقاط الضعف الخطيرة في الأجيال القادمة. فكيف نعيد هذه الثقافة مرة أخرى إلى أبنائنا وإلى تلامذتنا في الجامعات وفي المدارس، لأن الكلمة المكتوبة تظل كلمة مركزة، هي ذاكرة الأمة. طبعاً الكلمة المسموعة والكلمة المرئية صحيح تتعدى المعاني لمساحات المعاني، لأنك أنت الصوت له مساحة من المعنى، حينما تنظر إلى الوجه فالملامح لها مساحة من المعنى. طبعاً. فليس من رأى كمن سمع. لكن في الآخر تظل الكلمة المكتوبة كلمة موثقة، وكاتبها أكيد محص واختار بين طبعاً. الألفاظ طبعاً. خصوصا لكبار الكتاب ولكبار المفكرين. طبعاً. كيف نعيد هذه الثقافة مرة أخرى إلى تلامذتك ومريدينك وأبنائك، لعلها تكون نصيحة يسمعها أصحاب الديجيتال. شوف يا سيدي، أول كلمة نزلت في القرآن على النبي عليه السلام اقرأ. أنا في مرة كنت بدي محاضرة في أمريكا، قلت لهم دين أول كلمة فيه اقرأ، يبقى لازم دين عظيم. ثاني حاجة، أنا بقى في شاعر نزار القباني، يعني هو قالها كده انفعالية بس كانت صادقة، قالها في قصيدته المشهورة اسمها هوامش على دفتر النكسة اللي عبد الناصر منعه بعدها من دخول مصر. بيقول يا أصدقاء جربوا أن تقرأوا كتاب، أن تكتبوا كتاب، أن تبحروا إلى بلاد الثلج والضباب، فالناس يجهلونكم في خارج السرداب، الناس يحسبونكم نوعا من الذئاب. كان قاسي. إحنا القراءة، أنا أذكر بالنسبة اللي أنت قلته عملتنا لها، أنا كنت كتب كتيرة جدا وأنا في أمريكا، ومؤجر مخزن وبدفع له مبلغ شهري. مرة وقفت كده قلت يا ربي طب ايه فايدته ده؟ انا في احتمال انا لو مت حد البتاع ده حتى عيالي مش وعندهم وعي بالمخزن ده، مراتي عارفه بس مش عارفه فين المخزن. يا سلام لو كنت في مصر والعيال اللي يتفرجوا عليه في الجامعه ولا في اي حته حبقى. وهذه الصوره ربنا حققها لي بالظبط، مكتبتي وانا في العاشر من رمضان، العيال يجوا واسمح لهم يلفوا ويسالوني، وبعضهم يستعير كتب منها 25,000 كتاب مكتبه الدكتور مصطفى ومليئه بالكنوز وثقافات متنوعه وكتب في مجالات مختلفه من محافل البحث العلمي ودراسات، وجزء منها مجموعه من رسائل الدكتورات والماجستير، وجزء اخر في العلوم الإنسانية، وجزء آخر
في العلوم المتخصصة، ما هذا الثراء المعرفي الذي جمعته؟